السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أسامة يرفاق من قناة عشوائية الثقافية. مرحبا بكم في فقرة إخباريات. قتل شخصان أحدهما شرطي في محاولة اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي الجمعة، فيما عقد الرئيس جو بايدن اجتماعا مع فريق الأمن القومي لتدارس الحادثة. وأغلقت الشرطة مبنى كونغرس الكابيتول بعدما دهس منفذ عملية ضابطين خلال محاولته اقتحام الحاجز الأمامي للمبنى. وأفادت وسائل الأمن الأمريكية أن منفذ الهجوم في محيط الكونغرس يدعى نواه جرين في ولاية إنديانا ويبلغ من عمر 25 عاما. وجرى توقيف منفذ العملية بعد إصابته برصاص الشرطة، ولاحقا أعلنت الشرطة أنه قتل متأثرا بإصابته، مشير إلى وفاة أحد الشرطيين الذين أصيب خلال الواقعة. وتقول وسائل الإعلام المحلية أن الشرطي الثاني مصاب في حالة حرجة. وقالت الشرطة الأمريكية في مؤتمر صحفي بعد الحادثة أن منفذ العملية خرج من السيارة حاملا سكينا بعد دهسه للشرطيين واصطدام سيارته بالحاجز، ولم تعرف هوية منفذ العملية ولا دوافعه، وأن الهجوم مبدئيا لا يبدو إرهابيا، مشير إلى أن عناصر أمن الكابيتول استجابوا للتحقيق.